عندنا سؤال في الأدب وحان معاد الجوكر. خلاص انتهى الموضوع، الحوار خلص، والسؤال ده مش سهل. انت هتجيب سؤال صعب طبعا في الأدب. اه طبعا، مش انت بتحب يعني يا دكتور كمال؟ شكرا. حضرتك أديب وهجيب لك سؤال سهل في الأدب. انا طبيب تخدير. أدب، والسؤال هو: أديب مصري راحل مؤلف رواية شباب امرأة، فمن هو؟ شباب امرأة، 1952، معمول فيلم شكري سرحان وتحايا كاريوكا. بالظبط كده، وإخراج صلاح أبو سيف. يا الله، استعجلت ليه؟ أنا عارفه وقاريها، أنا قاريها. خلاص الاسم طار منك دكتور كمال. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أستاذ ماجد، نجيب محفوظ؟ لا مش نجيب. ناخد 50-50. هرجع لك، هرجع لك ب 50-50. مش ازاي سؤال انا بيتعمل؟ لا تعالى لي، تعالى ده هو مستني 50-50 باي شكل. أستاذ ماجد، إجابة خاطئة. ايه رايكم، 50-50 ولا مفيش داعي؟ في، لا في، لا في، على ضمانتي. دوس على البصل. اختيارين قصادنا على الشاشة: ثروت أباظة، أمين يوسف غراب. أمين يوسف غراب. يا سلام، افتكرت دلوقتي. أقول لك أنا قاري رواية عندي في البيت. دكتور كمال تستحق ال 20 نقطة وما تزعلش بعد تعب أعصابي. إجابة صحيحة، أمين يوسف غراب هي الإجابة الصحيحة، 20 نقطة، وبكده نتيجة 50. عيلة سالم، عيلة كوستانتي ما فيش نقط.